السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل حياكم الله وأهلا وسهلا. اليوم الحلقة مثل ما اتفقت ويا الولد، مراهن على نجاحها ومراهن على جمالها. شنو السبب؟ الولد شعراء مبدعين جدا ومهمين جدا، إن شاء الله يكونون مهمين بخارطة الشعر الشعبي العراقي. حياك الله أبو يعقوب. الله يحييك أبو الأكبر. شكراً الغالي لك وشكراً على الاستضافة الجميلة. يوسف عبد الحسين شرفت. فدوة رحت لك. كل الهلا. يا بعد عمرك. المدينة شلونها؟ بخير. عساها. خير ونعمة. عساها. يا بعد روحي. فدوة المدينة. الله يخليك. الله يسلمك. حميد جاسم. أهلا وسهلا. أتصال علي. شال هذا الأتكيت وهاي الجمال وهاي التفاصيل. عيونك. الله يعزك. عيونك جاي أشوفك. الله يسلمك. كربلاء العظيمة. والله كربلاء هي بعد حكيتها. عظيمة. عظيمة بكل شيء. عظيمة على مستوى الشعر، على مستوى الأدبي، على مستوى الرياضي الفني، جميع الأصعدة. موفقين إن شاء الله. في دول قلب. شلونك يوسف؟ والله بنعمة وخير بشوفة وجهك. شنو أخبارك؟ يا بعد عمر النعمة. أنا هاي النزاكة بصراحة تعني لي. فدوة. إي والله العظيم. عيونك ناس. شلون هالحبيبة وياك؟ والله أبو الأكبر الحبيبة وطن ثاني. الله. إي. ويا حبيبي. الدنيا مشدودة بطرف زلفك تراتشي. لا يا ربك. يا حبيبي الدنيا مشدودة بطرف زلفك تراتشي. نعم. ويا حبيبي الصحراء شي ما بيها مثلك، بالرمل صار البواتشي. الله 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 الله. وانت وياش كثر مرتاح، جرحك مدلل وما ارضى تهزل، شنك خيوط الخواتشي. الله. اي نعم. هاي الحبيبه. الله الله. شنك خيوط الخواتشي. يا بعد شلون هالمدينه؟ المدينه عامره بهلها، المدينه كبيره. الله يحفظها لها جميعا. كل شيء. شلون الحركه الشعريه؟ بنعمه وخير. الحمد لله. نستهل القصيده؟ نستهل القصيده ومن عيون. غرد. يا كناري. يا روحي. اقول سامرني. ولو ما بيك حيل وخلق المسامر. الله. أمر لي ندب شباش، صار سنين ناطر طيفك ومامر. سامرني. ولو ما بيك حيل وخلق المسامر. أمر لي ندب شباش، صار سنين ناطر طيفك ومامر. أورد لي تعب خلق القطار بكثر ما تانيت، مو حتى الصخر من السجج سافر. الله. أورد لي تعب من السهر جفنه وكره فجره، درد لي عشق تسوال في التابوت روح بموت متوزره. الله. غريب انا ابو الاكبر غريب انا، وجزت الناس صرت بكل درب عثره، واذا ما جيت اذا ما جيت اشد عين برجل غيمه ودورنك. اوف. اذا ما جيت الله اشد عين برجل غيمه ودورنك، واحط روح بنسيم الهاب بلك الله وجهبنك، وعلقني بشمس وتناك يا هلبتي شمر سنك وعرفنك. الله. وعلقني بشمس وتناك يا هلبتي شمر سنك وعرفنك، وطشرني خضار بكل كتر بالقاع من يحون هلبته وصل الدارك، واشرب من غمك كل بير. ما شاء الله ما شاء الله. وطشرني خضار. لا وعلقني. واذا ما جيت أشد عين برجل غيمة ودورنك، وحط روح بنسيم الهاب بلك الله وجهبنك، وعلقني بشمس وتناك يا هلبتي شمر سنك وعرفنك، وطشرني خضار بكل كتر بالقاع من يحون هلبته وصل الدارك، واشرب من غمك كل بير وين الله وغص بحفنة أسرارك، وعلى أسرارك ألم ظنون المتيهات هيك وظن منهن تعرف أخبارك، وإذا ما جيت من ديرن واهسف كل قطرة من الماي تعطشني، وإذا سويت هاي الروح سجادة عشق متعوب خمسة أوقات تفرشني، من دفن كنز بالقاع ويمرق ظنك بالحال، إذا دلوك تنبشني وتكظن بديك وتفرح بشوفه على فايدتك تطشني، ولك هو على صورك أفت بصمات البعين على صورك، ودلينا على الموعد وموعدنا لوني توقت بموت أنا انتظرك، أفك سنين المعسرات بيبان بيسر عمرك، ويا وجهك ما شبه قمره ولا ليل شبه شعرك، أريد ألقاك أريد أنشي يسليني
اريد انشيد اللينا اريد رسومك تبين وسط عيني ولك يا هلبت يكسح فراقك بخت عاجر يا هلبت حوف تم وتردك وباشر يا هلبت ماتت الهلبت وشوفنك شخص حاضر ردني لدير تلبيها ترانا بس جسد موجود لكن يمك مسافر الله يا بعد الله سلامتك شجمال ها فدوة ان شاء الله يا رب يرد فدوة لا اي والله ان شاء الله لا رد الحمد لله الحمد لله الحمد لله حميد هلا ابو الاكبر شلونك شو اخبارك شنو اخبارك نعم وخير انت كربلائي حيل الله ونعم تحلام منو والله كنت احلام الشخص واليوم واقف ببابه وقال لي ها شو مكاني الله يرزقك روح حبلك ثاني الله ظليت واقف من صدم ما رديت تمنيت فزعت رجلي ووصل للبيت أويل يا ظليت واقف من صدم ما رديت تمنيت فزعت رجلي ووصل للبيت نعم ووصل وقل لك كنت أحب مو تعويد الله الله وآخر رسالة أقراها لك مو تهديد أنا الغشيم الكون تنسى أيامه وآسف قبل مو هسة كنت أحلامه نعم أنا الكبير الزغرت روح وياك إش تنفع ركض تشفينك على جدامه وآسف وكرهك وآسف من الأيام خلصت مسحت حروفك من الجامع كنت وايد اكتبها أنت حبيت صدق؟ من كل قلب حبيت من كل قلب حبيت الله اي والله وراحوا راحوا وش تقول لهم قصيدة اقول خلصت خلصت بس وحقك ما بودي افراقك لا ولام ولا بقد اي والله العظيم خلصت والله حالي حالك بالله الكريم خلصت بس وحقك ما بودي افراقك لا ولام ولا بقدي بس اذكر وعودك والله وياك مثل ما هذا حدك هذا حدي لا باقي وعدي كنت تصير ضدي وكنت اجازيك وانا وياك كنا نصير ضدي اطيح لخاطرك وانحسب لعداك وعينك ما تدمع قلب جندي هي من البدايه التالي مضمون وعينك ما تدمع اطيح لخاطرك وانحسب لعداك وعينك ما تدمع قلب جندي هي من البداية التالي مضمون كنت وياك وبلياك وحدي ومثلك دمعة هم يمشي على خدي انت مسودن ما شعر مسودن ومثلك دمعة هم يمشي على خدي المهم على الخير على عاشرته بعد وحقك ما مبين بس العيون اوصل للنهاية وتبكي وابدي وحقك ما مبين بس العيون اوصل للنهايه وتبكي وابدي ما فادت وياك ليش شاليش صوت النقبل وعيد اللي عدي واذا مر بدربنا وجاي مشتاق يا قلب الزم اشدام وخل تهدي هي من البدايه التالي مضمون كنت وياك وبلياك وحدي اوف الله يسلمك انت كربلائي مهم فدوى لوجهك فدوى والله وبالله الله يسلمك هلا ابو يعقوب هلا ابو الاكبر هلا بهالجمال هذا هلا بهلا اناقه يا بعد روحي شنو تعني لك الرسائل؟ اوف ابو الاكبر الرسائل مرات تقتلني ومرات تحيني برساله برساله وحده اللي بنفسي عليك شمالك تعزهن اللي بنفسي عليك شمالك تعزهن مشاعر ذن مو كلمات وتجزهن الله قبل كانت مباوك شوفت من اشتاق وتكظم يا الوقت قوة وتحزن ولك وهسه الشوق طافي والوقت مبيوق ومكاتيبك صفت بالله للدسن الله هو اكبر عساها بحظك وبفكك شايفيك اخر مهرجان او موسيقى قريت بيها منتدى المدينه منتدى شلون كان حضورك؟ ممتاز الحمد لله والشكر بشهادة الموجودين مهرجان القواطع نعم تيمنا او اقتداء بقصيدة الكبير جواد الحمراني هذول احنا القواطع فمن هذا المنطلق
فكان حضور الحمد لله. سمعنا القصيدة اللي قريتها لو سمعنا قصيدة من اختيارك. من عيوني احنا قرأنا اي براحتك مقاطع ان شاء الله. هقول شمالك فراقينك جزني دروبك ضياع وعجزني كفيت دمع تعبر الدني. الله شمالك الله يا مجنون الله بدو رحت لك. شمالك فراقينك جزني دروبك ضياع وعجزني كفيت دمع تعبر الدني ما حد لقى بنص عيني حزني هاي بين يوجع انفاس المو عطركم وعمي الرسالة الموش منكم يوجع انفاسي يوجع انفاسي المو عطركم وعمي الرسالة الموش منكم مو قلب بخيال بظلكم ما اريدهم راض بعذركم وفوق العذر 70 محمل وقلبك قلبك مثل جام الفوانيس محمل سواد وبالضويجيس وقلب مثل ثوب العراريس شايل حمول الذبت العيس. الله شي يصير لو قلبك تبدل فوق العذر 70 محمل ولو تيهت ابو الاكبر لو تيهت وتريد زاتوت تابوت جيب ويما تابوت يدلنك يعرفن بالبيوت من كثر ما بالديرك وموت ولو تيهت وتريد معبر اوقف على صفحة وتكتر صيحك عاشق تأخر تلقى السلف كله يتقنطر. الله الله ديرتنا ديرتنا قد ما عاشت الضيم أبيض شعرها وأسود الغيم. نعم حتى الأيام تفكر تهيم على الموظى العايش التقويم عود الفرح بالقاع مشمور ما ندري بيشالنا الطيور. الله عود الفرح بالقاع مشمور ما ندري بيشالنا الطيور واحدنا شال براسنا عور ثابت بقاعه ودنيا تدور وكل ما احس بايام الوداع جن على راسي شايل القاع اخذ عيوني بجنطه متاع خاف البوجه يخلصن بساع وابكي برهاوه بمشتهاتي ومن النحيب الطق لهاتي ما عاشر طيور الفخاتي بالهيمه قل الروح بات وشاهيت واحضال بثكاله شاب القلب حطيت فاله واسأل المصيوب وش جراله وابكي على حالي وعلى حاله واقول له مكور حزن قلبي مكور برب بحر وين التدور اجدامي بظلي مكور 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 حزن قلبي مكور برب بحر وين التدور اجدامي بظلي تريد تعثر واللي هو بالماء يتعور ابو الاكبر فشخاد قلبي من اول العام وجفوف دي صدري يلثام حكي الحجار يخوف الجام وانا ببلاش الصاير انسان ولك بريت جدمك لمد دربي ومن القفا جريت قلبي وغميت طاريك وتعب. الله يا بعد راسي الله فدوة كبير انت والله كبير يا بعد روحي انت الكبير شو الجمال هذا الحمد لله حميد. هلا ابو الاكبر. اذا شخص تختار شخص واحد تقول له شكرا تقول لمن؟ شخص واحد؟ ايه على يا صعيد حياتك العامه الوالده ايه. تستاهل. شنو الاشياء اللي من الممكن تتيهك وانت ماشي بطريق؟ والله اكثر شيء تيهني العيون الحلوة؟ الحلوة لو كبيرة؟ لا الحلوة ها؟ والله تحب العيون الخضر لو السود؟ مو هاي طب من المشكلة العيون وخلاص؟ اي بس العيون التيهك؟ اي اها طايحة الدنيا على كتفي كذب القلك طحت اوداعتك مشتعل شمع وما متت بس ما عشت من البداية وما ردتني وهاي صار سنين يلا استوعبت غير ما نابت لي ريش وانا جيك بجنح طير الهث جنت اي أيوة والله ولمن قلت لك ما لغيرك شفت عينك تيهت أوف. يا سبب حزني ودمعتي بيش غروك وبعت
بيش والمثلي خسارة على اللي يبيع أو حتى مثلي تلاقي رايد لك وقت. أي والله بلك أنت من اليوم صاحبي. الشرف اتفقنا؟ الشرف وعد شرف كبير وعد رجال وعد رجال ها إلك من أجي كربلاء بعد ما أروح لأحمد المرشد. لا إن شاء الله ما تفرق. لا أنا ما أروح لأحمد المرشد البيت. ها اتفقنا؟ اتفقنا يا الله شرف. ناخذ فاصل؟ ها أصير صاحبي أنت خوش شاعر فدوة فدوة. ناخذ فاصل؟ فاصل. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلل عندنا وياكم بالجزء الثاني مع الحبيب أبو يعقوب. يا بعد راسي الجميل والممتع حميد في الأكبر حبيبي الغالي فدوى القلب. ناخذ قصيدة إن شاء الله لو ناخذ سؤال بلي يعجبك قصيدة. شلون الحركة الشعرية بكربلاء؟ والله الحركة يعني من أفضل السنوات اللي باعتقادي اللي مرت بكربلاء. شنو تقول أنت بخصوص كربلاء؟ بخصوص كربلاء كربلاء حاليا يعني اكو تحرك ملحوظ بكربلاء عن السنوات السابقة. اها اي بصراحه ودك تقرب كربلاء؟ قارب كربلاء؟ لا لا ما قاري بالعكس ما بيها شيء اقرب. متشرف والله يا بعد راسي. جميل حميد قارب المدينه؟ اي قاري. وشلون كان حضورك؟ المدينه مدينتي مدينه الكل. اي لا بس يعني انا لي جو بيها خاص. ها 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 هم يعرفون. ها ها أي. يعني قارب المدينه. وشلون كان حضورك؟ الحمد لله زين. جميل جميل ان شاء الله انا كلش اتمنى اشوفك بكربلاء في دول الامانه. كربلاء جو الشاعر وين ما يكون هو صح بالضبط صح سواء بالمدينه وانت الامانه شاعر يا بعد راسي حلو في دول رحت لك كلش حلو قصيدتك كلش انت المهمه اقول لك الله يسلمك. ناخذ قصيده ان شاء الله. يلا كل الزين تدرب روحك تهمني الحكي الماي الحكي الكتال ليش تغني بيه بذني وذا عالعطش من مشيت هذيك الساجيه القاصتها خلها تغار مو من دمعه من رجلي. الله ولك يا ظني ليش تخيب بظني انا ادري او ليش الغومنا المضموم بالتربان متحني قبل بس سيفك صوابك قلاده يصير هسه صورك وسيفك بقلب ورقبتي حزني او عرفتك ما تحب من ما تعاتبني ولك وصلت للمراه والله اللي يحب يعاتب وعرفتك ما تحب من ما تعاتبني ولك وصلت للمراضة وتعقبني وكل هذا الحكي والصار ما همني او علو لو ولك وصلت للمراضة وتعقبني او علو لو رمح تتعنى جيبه بصدر ما دني وورا فراقي قدرت تعيش والله مبين تعزني انا بموتة هلم عطل لك التشيع ما متوقع اسمع صوتك يغني انا بموتة هلم انا بموتة هلم عطل لك التشيع ما متوقع اسمع صوتك يغني اصل بروحي ووقف نذر للغربان اذا دخلت غربه وقلت لي سامحني والله اصل بروحي ووقف نذر للغربان اذا دخلت غربه بيني وبينك اكبر اي اذا اصل بروحي ووقف نذر للغربان اذا دخلت غربه وقلت لي سامحني واسف من اقول لك روحك بالروح كذاب من اقول لك واقعتني سلامتك. الله الله يسلمك. الله 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 الله, الله, الله. يوسف الحبيب يا بعد اليوم الشاعر اللي بعد بدايات الظهور. نعم جيد منتين من النقطة الأولى أنه قصيدة لازم تكون جميلة. شنو يحتاج برأيك؟ إن المؤهلات للظهور حصرا يعني للظهور. نعم يحتاج الكثير من المواصلة الاحتكاك بين أقران الشعراء. شلون مواصلتك أنت؟ لا نعم الحمد لله مع شعراء المدينة لو مع شعراء بغداد لو مع شعراء العراق. لا مع شعراء المدينة أو بغداد. جيدة جيدة لا نعم كلهم أصدقاء الحمد لله وشكرا. حلو الحمد حلو. لله إيه قلت لك الاحتكاك تحس بها أكو فائدة ملحوظة؟ الاحتكاك يولد طبعا يولد أنه من تسمع من كذا من بس قصال لعمرك الشعري أنا 2018 نهاية 2017 بداية 2018 جيد يعني ما راضي على عمرك؟ الحمد لله أي نعم العمر حلو؟ العمر الشعري لو العمر عمرك الشعري عمرك الواقعي العمر أبو الأكبر العمر يتعب تعبني
تدري ليش؟ لأن من زغره ما حصلت يا كبر لا تلفي. الله اي والله من زغره ما حصلت يا كبر لا تلفي كونك مثل ضحكتي بس التفت تجفي ما مات بي الوجع. الله من زغر ما حصلت يا كبر لا تلفي كونك مثل ضحكتي بس التفت تجفي ما مات بي الوجع شنو الذنبت وصبح مثل الشفن زلفي. الله مسويني قوه بلم. الله شنو الذنبت وصبح مثل الشفن زلفي ابيض مسويني قوه بلم وانا الندل بالفجر يوصل لحد كتفي. الله هذا العمر. الله 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 ايه بس ان شاء الله اللي يقولون تفاعلوا بالخير تجدوه. انت من الناس المتفائلين اكيد 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 طبعا. بس هو العمر همين. شنو تشتغل؟ انا حاليا محاضر. استاذ يعني تدريس؟ نعم. جميل. شنو تحاضر؟ انا فيزياء. فيزياوي؟ اي فيزياوي. جميل. خريج تربيه ولا علوم؟ انا علوم. بالمناسبه يعني انا مجالي غير مجال. انا خريج علوم ماليه ومصرفيه لكن الفرصة بالمالية أو بالمصارف ما سنحت. ف زين اكو معاناة؟ أكيد. لا اكو معاناة أنه أنت تدرس فيزياء لو هضمت هالمادة خلاص؟ لا أنا شنو الشاطر بالفيزياء. ها يعني شنو تدرس يا صف؟ ثاني متوسط. ها مو ذيك الفيزياء القوية؟ إي لا مو ذيك القوية نقدر يعني مرتب أمور. جيد جيد. اليوم للناس اللي 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 ما سامعين يوسف. إي شنو يقرأ لهم يا قصيدة؟ أقرأ لهم أقول شنو ذنبي أن وجع منك وأروح أشكى على غيرك وشنو ذنبي بعمر تلعب والأكبر شنو ذنبي هاي كلش معقدة شنو ذنبي أن وجع منك وأروح أشكى على غيرك وشنو ذنب بعمر تلعب خربت لو حس ما يجمع طيرك. الله خايب الجاي منك لا عرفته ولا قريته ولا قراني ليش من تلقاني جامع رقصك يصير ويذاني. انا ادري يصير هيك ما يصير الجاي منك لا عرفته ولا قريته ولا قراني ليش من تلقاني جامع رقصك يصير ويذاني وليش عشقك بهذل الرسوم على وجوه التودني وبهذلاني استغفرت باسمك لحد ما حلل السمع الاغاني وشاربك خمره لحد ما حتى ربك ما هداني. الله انا ما ادري على ضفه نهرك النورس هذيب شو هدناني. الله وقادني بحجه الماي وعطشاني وانت من يا صوت مخلوق ومشيتك تنرسم ما تنسمع بابواب ذاني وانت من يا ماي مخلوق وبرودك يلهب بروح وجوان. الله الجاي منك لا عرفته يا اخي يا بعد عمري والجاي منك لا عرفته ولا قريته ولا قراني. الله الله يا بعد روح. الله الله انت واحد من الشعراء اللي حقيقه انا افتخر انه مستضيفهم. فدوه راحت لك بالله. فدوه راحت لك. فدوه راحت لك يا بعد راسي حميد. شنو القرارات اللي من الممكن تكسرهن بمرور الزمن؟ او قبل لا اجاوب شنو اكو قرارات تكسرهن بمرور الزمن؟ اكسر هواي اذا مثلا بس شوف هي اكو انواع القرارات بس انا القرار مثلا اللي يضر غيري اكسره. ها اي اذا بي مضره انسان لا ما اتخذ. انت شنو جوابك؟ القرارات اللي من الممكن ينكسرهن بمرور الزمن. والله القرارات اللي تجب لحظة غضب وبعدين تتندم نوعا ما لأن بالتالي يعني دم ولحم تشتاق. طبعا. الله يعني أنت قمة مشاعرك وتلاقي الرد اللي مو مناسب فتبدي تكتب خذلاني وحسرتي وكسر المرايات هذا الأسباب هن عدمن وما طول عليكم باخر المرسال اجتنا يعني لحظة خذلاني حسرتي وكسر المرايات
هذا النسباب هن عدمن وما كذب عليكم باخر المرسال اجتنا ايام محتاجه لكن عدن ايش اخو موظفتهم الله سلام. هذا بس شعور الحقيقه عدن بصراحه بنوع من الصدق تشتاق لهم انت ما تقدر تعبر تشتاق لهم طبعا مو بكيف اخر مره اشتاقيت جوز اكذب عليك اذا اقول لك البارح الله اكو صديق مشترك بينك وبينهم لا هي انقطعت كل السبل حتى صديق ماكو لا واذا اكو ف يعني الافضل ينقطع وياه حتى ما يذكرني بي يعني اي شيء ذكرك بيه نسيته طبعا انت حتى شجاع. ما تذكر انت شجاع يعني مو هاي الشجاعه ما تجي عن فراغ غير من تعب طبعا طبعا نفس السؤال اللي سالته ليوسف اذا قصيده تريد تسمعها للناس اللي ما يعرفون حميد وكانما القصيده مالتك تقول لهم يا ناس هذا انا مو عادتك بالزعل تضحك وتتباهى وتهون لك دمعتي وعيوني المبللة وما تحكي وياها هسه الدمع فدوتك هم القصيدة مو عادتك بالزعل تضحك وتتباهى وتهون لك دمعتي وعيوني المبللة وما تحكي وياها هسه الدمع فدوتك هم القصيدة منهم من بعد داراها الله وكلهم كذب يا طعم بس أنا لبحالك شبقاتي برد الشتاء ما مرن ببالك أنا أدري وكل ما أرد من حرب بايت بمدن الندى وصايد شن الغالي ومن نرد من ديرتك دمع على دمي يصب ما حد يقل لي شكوي يعرفون شتالي وما تذكر حكايتك قلت لي شحر كل هو وقلت لك اللي جرالك مش حسبالك بفرقتك ما موت حسبالك وهيك انا تايه صرت ما ينذكر صوتي كونك تعوف الزعل والله عاد انتظر من صالح بموت الله الله كونك تعوف الزعل والله عاد انتظر من صالح بموت طولت العمر لك ان شاء الله طولت العمر لك اريد اذكر لك اسماء وتعلق لي عليهم ممكن أنا خالد أحمد المرشدي المرشدي يعني إذا أحكي بيه مثلاً خاف يفوتني فتشي يفوتني مفردة يعني هذا الإنسان أكثر من أخ أكثر من معلم أها استفادت منه بالمجالين الشعر وال يعني الاجتماعي جميل تسولف وياه حتى يعني وضعك الاجتماعي يعني إحنا أكثر من أخوة وأصدقاء جميل 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 وليد الشبلاوي وليد اخوي وصاحبي وابو الموقف الزين الزلمه الزين كلهن بهذا الانسان احمد الصالحي ابو غيث الداعم ها الداعم المهم الحميد جاسم بس الحميد لو لا هو بالنسبه لحميد انا قاعد اجاوب بالنسبه لحميد ها جاي سؤال بالنسبه هو الداعم جميل جميل يوسف أسألك على اسماء ممكن ما بيش علي عظيم العظيم بس خلي ببالك أتمنى جواب يعني من القلب من القلب والله الله أيه. شاهد على عظيم إنسان دؤوب بعمله إنسان مثابر إنسان إداري ناجح وإنسان حقاني واتمنى له انه طولة العمر والتوفيق صراحه خليني اسولف لك على علي عظيم من وجهه نظري اي له فضل هواي على الشعر بالضبط هواي يسوي مهرجانات الرجل هواي يتعب من اجل هذا الموضوع هو اللي هو لا شلون خطا العفو علي صاحب منتدى المدينه هذا المنتدى اللي يمكن خرج 4 أجيال 5 والرجل مو شاعر ويتعب على الشعر ويكافح وكذا مش داخل بجيب الرجل بس هو من حبه للشعر فالمعلومه صح جميل صح ومليون بالمئة سيد رفعت
سيد رفعت ابو جنه سيد رفعت والعلي عظيم استاذنا وحبيبنا سيد رفعت بعد غنى عن التعريف يعني لا لا انا اقصد تعليقك على سيد رفعت غنى عن التعريف كل احنا نعرفه وصديقنا وحبيبنا شاعر مهم سيد رفعت وكبير واستاذنا ابو جنه صباح العتابي هذا خاله الحبيب ابو حيدر صباح العتابي حاله استثنائيه صراحه يعني فد انسان طيب يعني ما تشوف ان تقول هذا الشاعر الكذا اللي يكتب للملا باسم كتب الكذا القصائد المهمه اللي عنده يعاملك كاخ جميل ايه عندك القابليه تقول الشخص محتاجك عند الشجاعه اقول الشخص محتاجك او احتاجك وتحتاجني واضح حال الدنيا احتاجك وتحتاجني وما بينا نحمل غيبه ولك واحدنا جنده وبالحرب صوره حبيبه بجيبه ولا بينا نقدر للزعل ونفارق ونمشي عدل واحدنا لو ظل زغر لاخر يزيد نحيبه الله متعودين نظل سوا ونرسم على خدود الهوى بوسات بجناح الضوى ولو واحد خياله ابتعد نعاتبه شهالغيبه الله ابو الاكبر لا نقبلي مرنا الزعل لا نقبلي مرنا العرف ولا غيرنا يمشط الزلف بدرب الموادع ما تخف لا جدمنه ولا جدامه ابيض عشقنا بلا خدش يشبه قليب الجامه الله ولك متحزمك وبيك استند واللي يفزع وكل حيله لك ما يفيد يرخى حزامه لكن الطاعن منك بي طرف شميت عطر الفامة الله النهايات تخوف يا أخي كلهم بالبداية طوخ مو ويبهتون مثل سوالف الحنة للأسف الله مع الأسف والله أخوي أنا أخذ قصيدة والأكبر كرهت عيوني أفا كرهت عيوني والصدفة وكرهت اللوم واللايم ولك من نوصل لحضنك أحس بروح من الزغر ما نايم هنيالك وش عيد فالك اي والله هنيالك كرهت اكره انحسب هو انا كرهته انا بالبداية كنت مستغرب لا كرهت عيوني والصدفة ونسيت اللوم واللايم ولك من نوصل لحضنك أحس بروح من الزغر ما نايم وكلامي على العطش وياك ما مقبول صايم يشتكي لصايم ولك غورت لي صلون يا بعد راس من البدايه يرحم والدي كرهت والله تستاهل تكره عيونك يشهد الله عليك لا عيونك سالمات يا بعد روح كرهت عيوني والصدفه ونسيت اللوم واللايم ولك من نوصل لحضنك احس بروح من الزغر ما نايم وكلامي على العطش وياك ما مقبول صايم يشتكي الصايم ولك غورت لي صلون وعبرت سوالف الهايم ومني غيب وجهك وانا وسط الماي ما ادري اروح لوين عظم هدهد ومو سالم اظل طافح بنص الماي واتحير ويلشنك طريق بعيد كل ما تقترب تكبر ومن تبعد ويلشنك طريق بعيد كل ما تقترب تكبر ومن تبعد وصيح عليك نص الصوت خافن صوتي يعلى ومن تجي تعثر الله وخاب تلومني لما ندور عليك واتطشر ولك وانا عدو من يغيب هواي افكر بيه واتغير الله وليش تلومني لما ندور عليك واتطشر ولك وانا عدو من يغيب هواي افكر بيه واتغير ولو بيدي ابو الاكبر لو بيدي اظل وياك اودع النوم ازعل الوسن وطيوفه خايب اخذ راحتي يم قيس وعشقل وسيوفه ولو بيدي اظل وياك ازعل الوسن وطيوفه وياخذ راحتي يم قيس وعشقه وسيوفه وبيع عن روحي للي يشرون واسوي سوايه القاطع من عامل على جفوفه الله وانا قلت لك هو انت وما ادري بهالحال اللي كتله الهوى ولا شاهد يشوفه اي بالله ولا شاهد يشوفه يا اخي ممتعين تدور عدل والله ممتعين فدور. ناخذ فاصل ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء فاصل ونعود إليكم
احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل، وصلنا وياكم الى الجزء الاخير من حلقه هذا اليوم مع الحبيب والغالي يا بعد عمري يوسف عبد الحسين والحبيب حميد جاسم. حبيب ابو الاكبر، شو اخباركم؟ الحمد لله نعمه بوجودك. الله يعزكم ان شاء الله. الله يشوفك. مرتاحين؟ فول على قولتهم. شنو رايكم بالبارتين الاول والثاني؟ والله كبيرات بوجودكم طبعا. أيوة خبره والله. والله جيد. انت مصدوم؟ طبعا مصدوم. طبعا من صدمك؟ الكاتب علي القصايد. لحد مرحلة الصدمة؟ اي. منو؟ هو يعرف روح. يعني من 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 راح يشوف الحلقة راح يعرف هو المقصود؟ اي. لا تقنع بعشرتي او لا قانع بروحتك وابكي لك شعدي صدمتك موتت هلي مو ازمه وتعدي. الله الله. لا قانع بعشرتك او لا تقنع بعشرتي ولا قانع بروحتك وابكي لك شعدي صدمتك موتت هلي مو ازمه وتعدي. الله اكبر. اي والله ابو الاكبر. ما تنسي ولا راح ابد. انت من الناس اللي ياخذون ثار لو 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 طيحه؟ لا طيحه بس ما انسى. ها اي. واذا ردوا لك وقالوا لك؟ لا هم رجعوا ما. ها شلون البيت مال هيجي الغرب ما ارضى واحد يسامحنا؟ احتاجك وتحتاجني وما بينا نحمل غيبه واحدنا جندو بالحرب صورة حبيبه بجيبه. الله ولا بينا نقدر للزعل ونفارق ونمشي عدل. الله الله الله. منين تشتكي؟ ابو الاكبر مرات اشكي مني واشكي من ذيك الرساله الرتشكها وشققتني واشكي من عيون هاي نومت ليل الله كله وعاندت ما نومتني. الله. قلت له رتجيك واشكي من الورده جي حضنت نداها قبال عيني وذبلتني. الله. اي والله. الله 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 الله. اي والله صدق رت اجيك واشكي من ذيك الرساله رت اشكها وشققتني. معلش فعلا. حميد شنو هالقصيده؟ من نرد باب اللجم شلون اذا ردك كل شي طياء حلك. من نرد باب النجم شلون اذا ردك وادرى انا روحي كنز بسوق الوجوه اش كثر اتلاقى من مثلك والمثل ما يلقي وهواي من عندك وتوسلت لك تظل قلت لك حالات الزعل حالات الزعل لو ما تمر ليله. اي بالله صحيح. تلاقيني يا موطن وادري اللي يحب موطن تظل روحه بتشيله. الله. راجع لي بس ما اعرف يا كف عرق بيدك. على اسف والله. وياه اللي راجع لي بس ما اعرف يا كف عرق بيدك. وياه اللي بعز نومتي عرفك لو انت اللي كم يقعد ويبكي لك. وبنص طريق الحرب طشيت روحك حرز لو موت ما اشيلك. الله. راجع لي المن بعد. بولها قلت لك ولك سولف لي تقصيري وكان بوقتها وعلي كل الحكي نحكي لو ماكو غير هو هنا السبب. ايه اكو غير برايك كل يعني هسه هذا الفراق منكم هو سبب لو انت سبب برايك بصراحه؟ لا مو هو سبب. يعني كل الحكي نحكي لو ماكو غيري؟ طبعا أنا ما أكتب مثلاً بيت يعني ولا عيشة ممكن أخلي شوية عليه فنية بالبيت بس واقعية. إيه طبعاً نقول 90%. قلق على شنو؟ أنت قلق على شنو؟ حتى مني قلق حتى من تصرفاتي قلق. والأكبر وصلت المرحلة قلت اللي ينام من التعب يرتاح اللي ينام من القلق صاحي. ايه اللي ينام من التعب يرتاح. الله الله الله. اللي ينام من القلق صاحي
ومثل النار عد لسان بس لو ناديت يا اهل يفهم صياح. اي بالله صحيح ما حد يفهم صياح. ناخذ قصيده للاسف. يقول انا يا جرح ابو الاكبر انا يا جرح يا حزن ايش تريد نحكي لك؟ خايف اكمل الحكي وعيوني تبكي لك. انا يا ضحك من نسي دمعات احس موش لي طلع عن قبل لا احن منك انت لولي لك. الله وش احكي لك؟ تعذبت مسجون كن رمل وبراسي ذكرى الجدم ولا فزع بيه الهوى يفك سجنه وامشي لك. وش احكي لك؟ تعذبت مسجون كن رمل وبراسي ذكرى الجدم ولا فزع بيه الهوى يفك سجنه وامشي لك. ونار اللي بيه تشب قطع زندها البرد ولا عد كف المطر ينزل وموت الحطب دخان وميلك. الله طير الهوى موشي لي والقاع سولت حضن لو طحت مشي لك وبلسان بايت هضم خايف على ما اسمعك ما اريد ان احكي لك. الله الله بس راح انا احكي لك من زغر ما حصلت يا كبر لا تلفي كونك مثل ضحكتي بس التفت تجفي. نعم ما مات بي الوجع شنه الذنب توصبح مثل الجفن زلفي. الله مسويني قوة بلم وانا الندل بالفجر يوصل لحد كتفي. ابو الاكبر حطني الزمان بظرف مرسال لهمومي وساع البريد انكتل من جابه وعلومي وحده بطريق الغرب مستاحش هدومي. الله وحده بطريق الغرب مستاحش هدومي ولا ريح منهم هلي ولا كف ليومي وبعيني بات الوجع وادريها ما تحمل طيح الندى على الورد من الوجع ينزل. الله البق لسان الفرح بس يم ظل يرتل جمع خيوط الهضم وباذن ظل يغزل ولا قبله بعيشتي ولا قبله بموتي نازعت من ما متت جابوا لتابوتي. نعم والوجع ما ينعرف كان من جرح صوتي وسلامتي. الله الله فدوة. الله الله يا بعد الله. روحي الله يسلمك. الله يا يوسف فدوة. الله فدوة الله يا مدري يا مدري شقد معزتكم كبيرة مرورة الدنيا وحليها بسوالفكم يكون بشارع ألقاكم وعاتبكم وغثكم بالعتب وين الله والدمعون يا أبوي وشاقيكم وصالحكم. الله كل ساعة تجون ببالي واذكركم وتقلولي منو مبتشيك واحضنكم واقول لكم دخل بعيوني صم تراب هذا الدمع مو منكم. الله 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 ابو الاكبر يا اخي حنان شو نسوي؟ هي هاي المشكلة. حتى صاحب جرحنا ما قال انت صاحب الجرح. طبعا ايه نقول له تراب هذا دخل بعيوني. وصلنا لختام الحلقة. انا اسف اذا قصرت بحقكم. لا بالله حشاء. وانا كلش سعيد بهاي الطاقات الجدا جميله في الدوره حقيقه في الدوره جميله شعراء مبدعين ربي يوفقكم من قلب ولسان. يا بعد روح ابو الاكبر واخر كلمه لك تقولها للسيد المشاهد على هذه الكاميرا. شكرا لك ابو الاكبر اولا وشكرا لقناه الايام وشكرا للسيد المخرج والمصورين وان شاء الله قد كلمتنا وياك وان شاء الله الحلقه ترد. ان شاء الله ان شاء الله امين يا رب العالمين. حميد ابو الاكبر شكرا لهذه الدعوه وان شاء الله كانت حلقه تمثل كربلاء خير تمثيل وشكرا لهذا الكادر وشكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا الى بغداد وشكرا الى كربلاء وشكرا الى العراق العظيم. احبتنا مشاهدين قناه الايام وصلنا وياكم الختام حلقه هذا اليوم معكم في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري في امان الله.